رأس أمين الدولة في وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي السينمائي برناباس الجلسة الختامية لأعمال الورشة الخاصة بدعم الخطة الوطنية للتنمية. جاء تنظيم الورشة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. خليل حسن صالح والمزيد من التفاصيل. جاءت هذه الورشة بغرض تبادل الخبرات والرؤى وتوجيه الدعم المخصص لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية حسب الأهمية وتقييم المراحل الخاصة باحتياجات القطاعات الاقتصادية والإنسانية والتنموية بالبلاد. وخلال كلمة ممثل برنامج الأمم المتحدة ستيفان طول التي أكد فيها على دعم البرنامج اللامحدود لتنفيذ خطة الطاولة المستديرة، مضيفا بأن هذه الورشة ستعمل على احترام الوظائف الجديدة للعمل التي تم إقرارها وفقا لنظم التنمية المستدامة والتعهدات الجماعية الدولية. أمين الدولة في وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي سينيابي برناباس أبدى سعادة للطاولة المستديرة، وقال إن تشاد وبدعم من شركائها ستعزز من الاستثمارات في المجالات الاجتماعية، مؤكدا بأن المبالغ الكبيرة التي خرجت بها الخطة الوطنية ورصدت لصالح البلاد ستسمح للحكومة بكسر الحواجز ومواجهة التنمية عبر الوحدة الوطنية والإدارة الرشيدة ودولة القانون وكذا التنوع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وتحسين حياة السكان. وتعتبر هذه الورشة واحدة من المبادرات التي تقوم بها المنظمات الدولية لدعم مخرجات الطاولة المستديرة وتنفيذ خططها وفقا لمتطلبات الشعب ومخططات الحكومة ل2030. التقى أمين الدولة في التعليم العالي الدكتور حسين مسار حسين بالطلاب الذين حظيوا بمنح دراسية في جامعة الزرقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية. محمد عثمان بشير. إن هؤلاء الطلاب البالغ أعدادهم 34 طالبا هم الذين قد حظيوا هذه المرة بمنح للدراسة في الأردن وتحديدا بجامعة الزرقاء. وبهذه المناسبة التقى أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين بطلاب هذه الدفعة الثانية وقدم لهم توجيهات حثهم فيها على الاهتمام بالدراسة من أجل تحقيق نتائج جيدة لتحسين صورة البلاد. هذا العام قبل لنا أكثر من 100 طالب في جامعة الزرقاء، والآن تذهبون في شكل دفعات. الدفعة الأولى قد وصلت الأردن وبدأوا الدراسة في الفصل الدراسي الأول، وأنتم تلتحقون قريبا إن شاء الله بالفصل الدراسي الثاني، وهناك طلاب آخرون إن شاء الله سوف يتوجهون بعدكم إن شاء الله. أما الطالب هو يمثل صورة البلد، وهو يعتبر سفير يعني غير رسمي لبلاده، وبالتالي نتمنى أن تستغلوا وتستفيدوا من وقتكم. إن هؤلاء الطلاب الذين حظيوا بالدراسة في المملكة الأردنية الهاشمية عبروا بدورهم عن امتنانهم البالغ. نشكر الوزير أمين الدولة للتعليم العالي والبحث والابتكار بهذه الجهود الكبيرة. الحكومة الجهادية على الجهود العالية. ثانيا أشكر المملكة الأردنية الهاشمية وجامعة الزرقاء. أنا ذاهب إلى الأردن لدراسة الهندسة المعمارية. إن هذه الدفعة الثانية كما جاء على لسان أمين الدولة في التعليم العالي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.